رايك تعملي بالمدرسة؟ رفضوا يبيعوها. ورجعوا لك الرهون؟ نعم. قال رفضوا يبيعوها لأني مصر أعملها للعبة البنكو. الحق ماما، المدرسة إلها رسالة، وكان المفروض تشتريها وتقدمها لبنتك تعلم فيها. ليش؟ لحتى تعطيها لابراهيم واطلع انا برا؟ ما خلص، من بكره رح بصير ابراهيم زوجة غصب عني وعنك. نعم يا ست، جوزة. والبنت سترتها جازتها. الله يهنيهم. يا عفيفة. نعم استاذ سامي. افتح الباب وشوفي مين. تفضل. تفضل. انت قديش رح تدفعوا للعروس؟ مثل ما رح تدفع للعريس. انا حقدمهم اواني المطبخ. اواني المطبخ؟ نعم. طيب انا رح اقدم لهم مناشف الحمام. يا عمي انت قال عرسان بيقدموا لاولاده مثل ما انتوا عم بتقدموا لهم؟ بيظهر جوزك نوتي وما بيطلع من ايده الحرس الا بعشرين عفايل. يا عمي يا عمي كرمال الله اتفقوا وما تخلوا الفرح ينقلب لغم. قولي لجوزك الدور الاندبوري. رجعنا؟ خلاص بعتذر. طيب يا سيدي. نعم. انا رح بشتري لهم بيت. انت شو؟ خلاص اتفقنا. انا حبدفع لهم فاتورة الكهرباء والمي والكنيسة والحراسة. كيف؟ طيب يا عمي لا انت تدفع ولا هو يدفع. حرام. وكيف بده يعيشوا الاولاد؟ تعرف كيف؟ انتوا بعدوا عنهم وهن بيعيشوا. بابا؟ خليك عندك اوعى تقرب وتترك العروس لوحدك. بابا امتى جيت؟ اليوم. اسمح لي بابا، اتفضل حتى اعرفك، اعرفك على العروس. لا لا لا، اليوم زودتك وتعرفت عليا. تعرفت عليا؟ وين تعرف عليكي؟ اليوم بالمدرسة الصبح. طيب ليش ما قلتي لي؟ حب يعمل لك اياها مفاجأة. اتفضل يا ست البنت، قدمي هالهدية للعرسان ان كان بجوزك. وشو هي هدية العرسان؟ الشيء اللي ما قدرت تقدمه حضرتك لإلهم. تفضل.